مساكم الله بالخير. اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت. حقيقة موضوع اليوم احترت كثيرا من أين أبدأ، يعني لصعوبة الموضوع. كل متابع للشأن السياسي يدرك أن هناك خطر قادم، وقد أشار الكثير من القادة في دول الخليج أن المرحلة الحالية دقيقة وأن هناك أخطار مقبلة تهدد أمن المنطقة، لكن اللي ما كنا نقدر نحدده هو ملامح وشكل وتوقيت هذا الخطر. أظن أن هناك أحداث أو حدث حصل مؤخرا يمكن يكون وضح لنا شكل هذا الخطر. كما هو معلوم أنه لا يمكن لكائن من كان أن يتجاوز الخطوط الحمراء الاستراتيجية الردع الأمريكية، فمن غير المعقول أن تسكت أمريكا عن أي طرف كائن من كان يضرب قطعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، أو أن يقترب بشكل يهدد هذه القطع العسكرية، أو أن يعمل يعني الأمور اللي فعلتها إيران تجاه الولايات المتحدة، بل أن إيران تمادت أكثر واحتجزت ناقلة نفط بريطانية. هذه الأمور كما هو معلوم لا تسمح هاتان الدولتان تحديدا أن يحدثها. ولما اشتعلت الأمور أو بدأ التصعيد في الخليج، ذكرت أن الضربة حتمية لإيران وأن ترامب قاعد يسجل لهم بالدفتر، وذكرت أيضا أن الضربة ليست قريبة لعدة أسباب، أهمها أن أمريكا لم تشكل حتى الآن حلفا عسكريا لمواجهة إيران أو لضرب إيران أو لخوض أي حرب في المنطقة. اليوم يبدو أن هذا الحلف يقترب جدا من أن يتشكل، فبعد وصول بوريس جونسون لرئاسة الوزراء لسدة رئاسة الوزراء في بريطانيا، وهو الرجل المطابق بشكل يعني دراماتيكي لترامب وسلوكه وسياساته وأساليبه بشكل يعني، فهذا الأمر نبهني وذكرني إلى مرحلة سابقة، وهي عندما أتت بريطانيا برئيس وزراء بريطاني مطابق لتوجهات وسياسات بوش، وخاضا معا ما سمي الحرب على الإرهاب، وتم غزو أفغانستان والعراق، وتم عمل الفوضى الكبيرة في العالم كله تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وتم ملاحقة العديد من الأفراد والتنظيمات والتيارات، وتم التجسس في كل دول العالم، وتم تغيير المناهج في دول الخليج وبعض الدول الإسلامية، وتم إنشاء معتقلات سرية، وتم إنشاء معتقل غوانتانامو بشكل يعني يهربون به من القوانين الأمريكية لمحاسبة ومعاقبة من ارتكب بزعمهم هذه الأحداث أو حارب أمريكا. اليوم أتت بريطانيا بشخص مشابه لدرجة التطابق مع ترامب، حتى نفس يعني مظهره ونفس سلوكه ونفس انتقاداته وسلوكياته اللاذعة، وعنده فضائح قديمة ومراد على أحد، عنده فضيحة كان صحفي هو بوريس جونسون، وعنده فضيحة صحفية، وكتب مرة مقالة مزورة نسبها لنفسه، وعنده فضيحة جنسية، ما عنده مشكلة مراد على أحد مثل ترامب، يعني تماما مثل ترامب. فأتي بهذا الشخص لكي يكون موافقا لسياسات وتوجهات ترامب إعدادا لمرحلة مقبلة أظن أنها خطيرة ولن تقل خطورة عن مرحلة ما سمي بالحرب على الإرهاب. بالإضافة جونسون أول ما استلم رئاسة الوزراء أيضا اقتدى أكثر أو
تشابه وتطابق أكثر مع ترامب بأن عين شقيقه وزيرا في الحكومة، هو يرأس الحكومة، وعين أخوه شقيقه في الحكومة مثل ما عين ترامب بنته وصهره مستشارين في البيت الأبيض، ومراد على أحد مثل ترامب، وكلاهما يؤيدان إسرائيل، ويعني مصالحهم وتوجهاتهم تدعم الكيان الصهيوني والصهيونية. والملفت في الانتباه أن بوريس جونسون من أصول تركية، جدة والد والده تركي، لكن والده تنصر وأصبح اسمه إنجليزي، وهو الآن يزدري تركيا، ومع الأسف الشعب التركي والأتراك مستانسين فيه بأنه من أصول تركية. هو يزدري تركيا بشكل مقزز، وله تصريحات عديدة، ويكره أردوغان، ويبدو أن أردوغان راح يدخل بالفرامة المقبلة التي ستكون بقيادة جونسون مع ترامب. ولكني يعني المعطيات تقول أن الفترة هذه لن تكون الآن، وإنما ستكون بعد نهاية العام المقبل إذا نجح ترامب ونجاحه متوقع لولاية رئاسية ثانية. الولاية الرئاسية الأولى ترامب حاول فيها أن يصنع لنفسه مجد حتى ينجح في الولاية الرئاسية الثانية، والولاية الرئاسية الثانية مثل ما قلت لكم مصانع السلاح الأمريكية لن تسمح لترامب، وهي الممولة للحزب الجمهوري. كما هو معلوم الحزب الجمهوري الشركات اللي تموله شركات سلاح ونفط، شركات السلاح والنفط هذه لن تسمح لترامب بأن يخليها 12 سنة. بعد نهاية ترامب راح تكمل 12 سنة ما باعت سلاح ولا دخلت حروب. الآن ترامب رفع ميزانية وزارة الدفاع وخلاهم بيعوا سلاح في الخارج، لكن بيع السلاح لغير أمريكا غير مغري وغير مجدي بتاتا. أكبر زبون للأسلحة في العالم هو الجيش الأمريكي، فبالتالي هذه مصانع إذا تشتغل وتحقق أرباح عالية لازم تبيع لأمريكا وليس للخارج 50-60-100 مليار. هذا كلام فاضي. أمريكا تشتري سنويا معدات عسكرية وأسلحة أكثر من هذه الأرقام بأضعاف مضاعفة. المهم أن حاجة أمريكا للأسلحة تزداد طبعا إذا صارت هناك حروب، وأمريكا بحاجة لأن تستعرض قوتها فترة مقبلة، وهناك أسلحة بحاجة لأن تجرب، وهناك مشاغبات في الفترة الماضية بحاجة أن يضبط سلوك بحاجة أن يضبط سلوكها. كما أن الاستراتيجية الأمريكية وهي الحروب بالوكالة، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة اللي نفذها أوباما وهي خوض الحروب بالوكالة، لم تجدي نفعا، وجعلت الكثير يتطاولون على الولايات المتحدة. كوريا الشمالية ضربهم عرض الحائط، وأصبح يستمر بالتجارب الصاروخية البالستية اللي منعوها عليه الأمريكان، وكذلك إيران شاغبت بشكل مهين للولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور كلها بحاجة لأن تضبط مرة أخرى، وأمريكا بحاجة لأن تنفش ريشها مرة ثانية وتكشر عن أنيابها. أظن أن المرحلة هذه اقتربت بشكل كبير، لذلك أتي ببوريس جونسون، بوريس جونسون اللاذع والمثير للجدل، واللي يحاول إخراج بريطانيا من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى يقطع علاقتها بالاتحاد الأوروبي، وحتى يجعلها أكثر وثاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما هو معلوم حصل موضوع البريكسيت، البريتش إكزيت، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن يعني يتوقعوه بهذه أن يعني ما توقعوا أن التصويت سيؤدي إلى هذه النتيجة. كما هو معلوم أن من يحكم بريطانيا هي الأسرة المالكة، وتستطيع اللعب مع الديمقراطية البريطانية، خلينا نقول تحقق يعني رغباتها بدرجة 80-90%، وفي 10% خارج عن سيطرتها ربما، أو 20%. هذه 10-20% غالبا ما تكون متعلقة بالشأن الداخلي، والأسرة ما عندها مشكلة كيف
تدار الأمور داخليا، أهم شيء السياسة الخارجية. السياسة الخارجية دائما بريطانيا سياستها ثابتة مهما تغير الحزب الحاكم، مهما تغير رئيس الوزراء، وهذا يدل على أن من يقود هذه الأمور هي الأسرة الحاكمة وليس الديمقراطية البريطانية. فالأسرة الحاكمة بشكل أو بآخر تتحكم بالديمقراطية، لكن فلتت يبدو الأمور بما سمي بالبريكسيت. من يتعامل بالديمقراطية أو يدرك الديمقراطيات يعلم أن هناك دائما أساليب أخرى أو مخارج أخرى للأمور. المخرج اللي حطته بريطانيا للبريكسيت هو ثغرة بسيطة في الاتفاق، وهي مع الحدود مع إيرلندا، في شيء اتفقوا عليه سموه شبكة الأمان، وهو أن تكون الحدود بين بريطانيا وإيرلندا مفتوحة أمام التدفق البشري وتدفق السلع. يعني سيستمر تدفق سلع الاتحاد الأوروبي من دون جمرك ومن دون أي شيء عبر بوابة إيرلندا لبريطانيا طبعا، وكذلك السلع البريطانية تطلع الاتحاد الأوروبي عبر إيرلندا. فبالتالي الشكل الخارجي كان أن بريطانيا انفصلت، لكن بالواقع الأمور اللي تهم مصالح بريطانيا بقيت كما هي عبر هذه الثغرة. جونسون نسف هذه الثغرة وأطلق تصريح يوم الجمعة أمس بأنه لا حاجة لشبكة الأمان هذه، ولن نفتح الحدود. وهذا طبعا أغضب الاتحاد الأوروبي، أغضب فرنسا، وأغضب إيرلندا. فهذا جعل خروج بريطانيا فعلي وواقعي، ويعني فصلها انفصال كبير. هذا التصرف المتطرف والحاد من جونسون، وبأيامه الأولى يوم الأربعاء استلم الحكم، وبالمناسبة كل رئيس وزراء بريطاني يجتمع بالملكة يوم الأربعاء من كل أسبوع ويعرض عليها أعمال الحكومة السابقة واللاحقة ويأخذ رأيها وتوجيهاتها ويستمر بإدارة شؤون البلد. هذا لقاء بروتوكولي أسبوعي يتم من خلاله أو يتلقى من خلاله رئيس وزراء توجيهات الملكة. المهم أن يعني من الأربعاء إلى الجمعة صرح بهذه التصريحات وبين الأمور متجهة بشكل يعني سريع نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل حاد، وهو من أكبر مؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وترامب لما زارهم زيارة الأخيرة، ترامب زارهم مرتين، زار بريطانيا مرتين، الأولى كان تطاول فيها وكانت فجة إلى حد ما وتصرف بفظاظة ووقاحة، الثانية لا، وعد البريطانيين بأننا سنأخذكم بالأحضان، طلعوا من الاتحاد الأوروبي ونحن سنعقد معكم اتفاق أفضل من اتفاقكم مع الاتحاد الأوروبي وسنعوضكم، وكسبهم بشكل كبير. المهم أن هذا التحالف الأمريكي البريطاني ينبئ بحرب مقبلة، وأظن أن الحرب ستكون بعد انتهاء ولاية ترامب الأولى وبعد بداية ولاية الثانية، لأن ما عنده انتخابات ولا عنده أي شيء يخسره، فيكون حقق وعوده الأولى بأن رفع الميزانية وقلل البطالة، وكذلك أيضا حروب تقلل البطالة وتدعم الاقتصاد الأمريكي. وأظن أن هذه الحرب ستكون أكبر من إيران، يعني ستشمل إيران ودول أخرى. الوضع يقول أن الأمور ستتلخبط بشكل كبير. كيف سيكون شكل الأمور في الفترة المقبلة؟ الله أعلم. هذه مثل ما قلنا ملامح بدأت تتضح للفترة المقبلة بأن في تحالف وثيق، والتحالف ينبئ عن حرب، وهو يعيد سيناريو تحالف بريطانيا مع أمريكا أيام توني بلير وبوش. الآن هناك تحالف سيأتي بين جونسون وترامب، تحالف وثيق أكثر وثاقة من السابق، وهناك شغب ومشاكل في المنطقة أظن أنه سيتم ضبطها. كيف سيكون، إلى أي حد ستضبط، كيف ستضبط، إلى أي مدى ستكون هذه الحرب، الله أعلم.